السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة وكويسين وكل فيديو وانتم طيبين. ورجعت لكم يا جدعان بفيديو جديد يا رب يعجبكم ان شاء الله. قبل اي حاجة نصلي على النبي عشان ربنا كده يبارك لنا في كل حاجة ان شاء الله. طبعا يا جدعان النهارده تالت حلقة من حلقات او من سلسلة الغاوي المحترف. طبعا الحلقة دي يا جدعان زي ما قلت لكم الفيديو اللي فات اللي هو بتاع يعني في السلسلة، الحلقة دي مهمة جدا جدا جدا. هعرفك ازاي تتعامل في السوق، ازاي ما يضحكش عليك في السوق. هو مفيش حد ما بيضحكش عليه، بس يعني تقلل من كده وتبقى نازل فاهم. وتالت حاجة نعرف الدكر من النتاية. فطبعا ده فيديو مهم جدا، يا رب تكمله للاخر تستفاد منه ان شاء الله. فقبل اي حاجة دوس لايك، دوس اشتراك لو انت لسه ما اشتركتش في القناة، عشان خلاص داخلين على 10,000 دلوقتي، احنا 9,100. فربنا كده يبارك لنا ان شاء الله ونوصل 10,000 في اسرع وقت. يلا بينا. طبعا يا جدعان عشان تتعامل في السوق وما يضحكش عليك، لازم تكون متكلم وفاهم الراجل اللي قصادك، وتفهم الراجل اللي قصادك ان انت غاوي مش لسه واحد لسه نازل جديد. طب ازاي اعمل الكلام ده كله؟ وطبعا يا جدعان كمل الفيديو ده عشان في اخر الفيديو ده او قبل الاخر او في نص الفيديو هنبتدي نتكلم عن ازاي نعرف الدقه من تايه. بس اهم من ان احنا نعرف الدقه من تايه، ازاي نتعامل ان احنا اصلا نشتري الحمام من الناس ما يضحكش علينا. طيب اول حاجه ان انت ما تتلهفش على فرد حمام تشوفه، بمعنى انا مثلا ماشي في السوق شفت مثلا فرد الازرق قطيفه ده مثلا عجبني، لا انا هشتريه. بص حتى لو الراجل قال لي ايه مش عارف ايه هشتريه، انا عجبني ودخل قلبك والكلام ده كله ودخلت بلهفه، لا انا هشتريه. والراجل تكلمه كان يوماني وهو حاسس، يعني الراجل اللي بيبيع لك شايفك انت ملهوف عليه. فالفرد لو ب100 هيبيعه لك ب150. فانت عشان خاطر ما تحطش نفسك في الموضوع ده لازم تخلي ايه، يعني ما تتلهفش على فرد حمام. حتى لو عجبك خش عادي الفرد، ممكن اشوف الفرد. اتفضل يا باشا شوف، تمسك الفرد كده اهوك تمام. الفرد جميل وكل حاجه. بنمسكه بقى ازاي؟ فرد الحمام عادي بتمسك رجله كده اهو، ممكن تحط صباعينك كده او ممكن من غير ما تحط صباعك ايه كده اهوك يا جدعان عادي، او بايه او كده زي ما انت تحب. بس هو الافضل بالنسبه لي كده اهو، بتعرف تتحكم في فرد الحمام اكتر تمام. ممكن تمسكه كده اهو تمام وتبص. طبعا يا جدعان في حاجه بقى هنا نقطه بردك لازم تخلي بالك منها، الاماكن لما انت تيجي تشتري فرد الحمام، الاماكن الحساسه في فرد الحمام زي البوز بتاعه والعظم بتاعه زي ما قلنا الفيديو اللي فات او اللي قبله، العظم بتاع فرد الحمام، رجل فرد الحمام، المشخ بتاع فرد الحمام، القصع بتاعت فرد الحمام اللي هي في اول الديل هنا كده اهي تمام، وممكن تحت الجناحات بتاع فرد الحمام من هنا تبص عليها عشان ممكن تكون فيها جدري او فيها الجص، هما الاثنين واحد، اللي هي الحبوب اللي بتطلع دي يا جدعان في الحمام دي، في الاماكن الزهره دي تخلي بالك منها قوي. وبرضك في حاجه لما تيجي تشتري فرد الحمام لازم تمسكه فرد الحمام يعفر في ايدك زي كده اهو، فرد الحمام يعفر في ايدك يبقى صحته باينه وانت ماسكه. تاني حاجه بتفتح بق فرد الحمام تمام كده اهو زي ما احنا شايفين، تبص في كلكيعه مثلا اللي هو كانكر، تشم ريحه بق فرد الحمام يمكن يكون تعبان او حاجه، ده كله مهم. بتيجي بقى عند مثلا مناخير فرد الحمام كده اهو تمام، بتعصرها سيكه. فرد الحمام لو عنده برد ولا حاجه الافرازات هتبان معاك. فكل دي تريكات كده لازم تخلي بالك منها عشان خاطر لما تيجي تشتري فرد حمام تشتري فرد حمام بصحه كويسه. نرجع لموضوعنا اللي هو ما يضحكش عليك في السوق. زي ما قلنا يا جدعان ما تتلفش على فرد الحمام. الفرد عاجبني وكل حاجه، بكام ده يا باشا مثلا؟ انت بقى ايه تخلي عندك نظر شويه، بس ليك انت كمبتدئ ممكن ما تفهمهاش. هو لو قال لك ب200 فاصل بحاجه بسيطه، ما فاصلش جامد لغايه اما تبتدي تتعلم وتعرف مثلا الفرد ده لو يساوي 100 وهو قال لك 200 قول له لا هو يساوي بالنسبه لي 100 جنيه، وافق ما وافقش خلاص. بس انت تكون يعني عارف ان هو يساوي ال 100 جنيه، بس الفرد ما يبقاش مساوي ال 200 جنيه وهو فعلا يساوي 200 جنيه وتقول له 100 جنيه، يبقى انت كده بتخسف بحاجة الناس الارض ولا تبخسوا الناس اشياءهم تمام. دي كده اول نقطة ازاي ما يضحكش عليك او الراجل يضحك عليك في السوق ان انت ملهوف على فرد الحمام. تاني حاجة زي ما قلت لك تخلي بالك من مسكة فرد الحمام، ازاي تقلبه الكلام ده كله عشان خاطر ما يضحكش عليك في السوق. طيب تعالوا بالمره طالما ايه الكلام جاب بعضه،
ده كده فرد حمام. ازاي برضك ايه كده على السريع قبل ما نعرف الدكر من النتاية، ازاي برضك في ناس ممكن تشوفك تعرفك انت غاوي ولا لا من مسكتك لفرد الحمام، من تقليبك لفرد الحمام تعرف انت بتفهم في الحمام ولا لا. اول حاجة زي ما اتفقنا في اول الفيديو مسكة الحمام كده او كده، بس انا بالنسبة لي الافضل كده. يا جدعان تمام، تعرف تتحكم في فرد الحمام اكتر اهو، تمسكه كده تحرك صوابعك الكلام ده كله. تمسك فرد الحمام كده اهو زي ما قلنا تمام او كده اهو كده. انت بص فرد الحمام مرتاح في ايدك وانت ماسكه حلو، واللي يشوفك يقول لك لا انت غاوي ماسك فرد الحمام. تمسكه كده تبص عليه زي ما قلنا بقى ايه، تشوف العظم، تشوف عظمه، تشوف بقه، تشوف هل في كانكر ولا لا، تفرد جناحاته كده تشوف هنا مثلا في حشرات، فيش مكسور، فيش حابس دم، الكلام ده كله اهو. تشوف مثلا ايه كده اهو، تشوف فرد الحمام جناحه سوسته كده اهو بيروح ويجي ولا لا. تمسكه كده تشوفه بص اهو فرد الحمام ايه، تخليه هو اللي شقل ايدك، هل مجدول ولا لا، الكلام ده كله. دي تريكات لازم تخلي بالك منها عشان خاطر ما يضحكش عليك في السوق. طيب كده احنا عرفنا ازاي ان انت على قد ما تقدر يعني هقدر اوصل لك ان انت يعني ما يضحكش عليك في السوق. تيجي بقى دلوقتي نعرف الدكر من النتاية. طبعا انا كنت متكلم فيها في فيديو، طبعا انا هشرحها دلوقتي بسيط، ولو انت عايز تستفاد اكتر باذن الله هتلاقي الفيديو في كام فيديو فاتوا كده تبحث عليه هتلاقيه ان شاء الله. طيب دلوقتي الدكر يا جدعان 90% من الحمام الشامي مش الحمام الغزار، 90% من الحمام الشامي مش من الحمام الغزار. بتبص كده لفرد الحمام تعرف الدكر من انتهى من وشه، وشه بيبقى كبير، فرد الحمام باين عليه انه دكر، علامة الذكورة او علامة الرجولة فيه بتبقى باينة. تاني حاجة الريش بتاعه، بص بقى هنا النقطة دي شايفين انتوا كده الريش طالع على من هنا كده اهو على عريض. في ناس تقول لك انا بمسك الدكر من النتاية الاقيهم الاتنين واحد، عادي دي علامة بس بتبقى عالية الحمام بتبقى هي يعني عريض وفي النتاية بيبقى رفيع. تيجي هنا تلاقي الشوكة مقفوله يا اما مفتوحه سنه بسيطه قوي مش مفتوحه جامد. النتايه هقول لكم بردك عقله صباعك دي من هنا كده اهي بتخش فيها تمام، فاهو ده كده دكر. فا يا جدعان زي ما قلت لكم ريش عريض، اللهم صل على النبي، الدبوس من ورا او الفتحتين اللي هنا دي فتحه الشرج بتبقى مقفوله تمام، وفرد الحمام بيبان عليه الوش انه ذكر الحمام الشامي. فطبعا يا جدعان معلش الظهر جدا الظهر جدا، فارجع لكم بعد صلاه الظهر ونكمل الفيديو بتاعنا. ورجعت لكم تاني يا رجاله. طبعا دلوقتي نعرف ايه النتايه. طبعا معلش بقى ان انا اتبرجلت في الدقه شويه عشان الظهر كان بيدا وما عرفتش اوقف الكلام فاتبرجلت، فايه خلصت لكم كده بسرعه. وزي ما قلت لكم لو عايز تعرف صح الدكر من النتايه بالتفاصيل انا متكلم عليها بطرق كمان احسن من دي بكتير، هترجع في فيديو فات هتلاقيه. طبعا النتايه دي بتقلش يا جدعان، بصوا نزل منها ريش قد ايه. طبعا دي النتايه اللي كانت الدكر بتاعها رجله اتقطعت تمام، حطيتها الدكر تاني. فطبعا بصوا يا رجاله زي ما قلت لكم الدور اللي فات في الدكر العبسي وشه باين عليه انه دكر. بصوا دي بقى تبص عليها تعرف ان هي نتايه. ده انا قلت لكم 90% من الحمام الشوامات بيبقى كده، او الحمام مثلا اللي هو العادي مش الحمام الغزار. طيب بصوا بقى هنا الفرق، النتايه هنا بصوا الريش طالع على رفيع من هنا ازاي اهو، طالع على رفيع غير الدكر. بنيجي بقى الشوكه اللي هنا كده بتلاقي في النتايه بصوا ايه موسعه ايه، يا دوبك ممكن تدخل شايفين عقله صباعي دي كده ايه، ممكن يعني تخش بالعرض كده ايه بالعرض، ممكن تخش بين الشوكتين بتوعها دي كده النتايه تمام. بيجي بردك بتشوف من الوش بتاعها بيبان بردك انها نتايه من الشوك بتاعها من الريش بتاعها. معرفتش من كل ده في عشان بردك الوقت بردك بتاع الفيديو يا جدعان، في فيديو فات هترجع له بردك دور عليه في القناه، انا بقى عامل طرق بالتفاصيل فيديو مخصوص عن تعريف الدكر من النتايه. بس يعني ايه الهدف من الفيديو ده ان ما يضحكش عليك في السوق وتعرف بردك الدكر من النتايه بحاجات بسيطه. وبردك زي ما قلت قبل كده انت عمرك ما هتتعلم، هتاخد المعلومه من هنا هتتعلمها عملي، يعني هيضحك عليك مره واتنين، هتغلط مره واتنين، هتلاقي نفسك مش عارف تتكلم مره واتنين لغايه اما تتعلم. مفيش حد بيتعلم من فيديوهات، هو بتاخد المعلومه بتنزل تنفذها بتتعلم من التنفيذ ده. ممكن تغلط مره واتنين وتلاته اما تيأس، ما تجيش تغلط من اول مره او يضحك عليك من اول مره
وتقول لا انا هبطل دي غوايه مش عارف ايه بيضحك عليا بخسر فلوس. لا، في اي حاجه عامه بعيد عن الحمام محدش بيتعلم ببلاش، كل واحد بيتعلم على حسب الحاجه اللي هو بيتعلمها بيخسر فيها ايه. الله اعلى واعلم. وطبعا يا رجاله ده كده كان فيديو مختصر، ارجع بس النتايه ديك. ده كده يا جدعان كان فيديو مختصر، ده كده كان فيديو مختصر، يا رب تكون استفدت منه. وياريت تقول لي كده في التعليقات انت استفدت ايه من الفيديو ده، وهل انا صح ولا غلط. ولو عجبك الفيديو تدوس لايك، ولو ما عجبكش جنبه زرار الديسلايك ممكن تدوس عليه عادي ما بزعلش. وطبعا يا رجاله احنا زي ما قلت لكم احنا وصلنا 9100 مشترك، فخلاص ناقصنا 900 مشترك على 10000. حلمي يا جدعان انا لما بدات القناه كان نفسي اوصل ليه بامانه، يعني كان يعني اول ما بدات ما كنتش متوقع اصلا ان انا اوصل ل 1000 مشترك، ووصلت ل 1002 و3 لغايه ما وصلنا 9000، وان شاء الله داخلين على 10000. وادعوا لنا نكمل وربنا يطول في عمرنا ونوصل ان شاء الله، ان شاء الله نوصل لل 100000 مشترك وللمليون مشترك. ليه لا؟ احلم وخلي الباقي على ربنا وقول يا رب، وربنا ويتعب وربنا هيناول لك اللي انت عايزه. فكان معكم يوسف صبحي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.